قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك حق الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. قال: حدثنا ثابت بن محمد، حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وقفنا فيه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لك أسلمت، وتكلمنا عنه بالتفصيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لك أسلمت وبك آمنت. قال: وبك آمنت، أي بالله جل في علاه آمنا. قال: وبك آمنت، سبحانه جل في علاه. قال: وبك آمنت، هنا الإيمان بالله جل في علاه. نعم، الإيمان بالله جل في علاه، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، الإيمان بإلهية الله جل في علاه. نعم، قال: بك آمنت، أي آمنت بالله جل في علاه. والإيمان بالله كما قلنا هو الإيمان بأسماء الحسنى وصفاته العلى، الإيمان بربوبية الله جل في علاه، الإيمان بإلهية الله جل في علاه، الإيمان بالأسماء الحسنى، أن تؤمن وتعتقد أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى ليست محصورة في عدد، وأن له صفات علا سبحانه جل في علا، وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كما أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات. وهذا يفيدك جدا في قواعد مهمة في مسألة، يفيدك جدا في هذه المسألة على معرفة ما يعني يكون في الفرق بين الاسم والصفة، وأيضا بين الخبر، لأنه الحق أن هذه تفيد الإنسان جدا، هذه تفيد الإنسان جدا إفادة عالية جدا، على أساس أن الخبر أوسع. قد تخبر عن الله جل في علاه بما هو حسن وبما هو أحسن وبما لم يكن حسنا، لكن لا يصل لدرجة السوء، يعني لا حسن ولا سيء، لقول الله جل في علا. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد. فهنا أن يعني يطلق على الله جل في علا بأنه شيء. أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وهو يطوف بين الصفا والمروة، قال: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. فهنا حسن أو أحسن في قولي: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم، لأنه الأعز الأكرم ليس من أسماء الله جل في علاه، فهذا خبر عن الله. إذن عندنا الكلام على الأسماء، الإيمان بالله جل في علاه، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إذا قلنا لله الأسماء الحسنى، نعم، أسماء الله جل في علاه حسنى، وهي كما قلنا بلغت المنتهى في الحسن وليست محصورة في عدد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو أنزلته في بعض كتبك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. وأيضا أن تعلم بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولا يشتق من الصفة اسما، لا يشتق من الصفة اسما. ف
فليس كل صفة تشتق منها اسما إلا إذا جاء الدليل، لأن الأسماء والصفات توقفية، الأسماء والصفات توقفية، ليس كذلك الأخبار كما قلت، فالأخبار ليست توقفية، لكن الأسماء والصفات لا يمكن أن يوصف الله جل وعلا إلا بأثر، إلا بدليل توقيفي. وأيضا الاسم لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جاء الإجماع على أن هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، وهي غير منحصرة في عدد. ولست بصدد الكلام التفصيلي على هذا الباب، أنا بينته لأن هذه أصول تذكير فيها للمنتهي، وأيضا فيها تأسيس للمبتدئ. الإيمان بالله، الإيمان بأسماء الله الحسنى، الإيمان بربوبية الله جل وعلا، أن تؤمن بأن الله جل وعلا وحده لا شريك له هو الخالق الرازق المدبر، أن تؤمن بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي. فالله جل وعلا خلق كل شيء، ومن الشيء أفعال العباد، ردا على المعتزلة. قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وأيضا خلق الله، قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. نعم، وهو الرازق، الرزق بيد الله جل وعلا. من تمام الإيمان بالله جل وعلا أن تؤمن أن رزقك بيده لا بيد غيره. قال الله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي إن لو أن أولكم أخركم من آخر الحديث، وقال وإن من شيء إلا عندنا خزائن. وقال الله جل في علاء في السماء رزقكم وما توعدون. فإذا هذه أيضا تعلم أن هذا من تمام الإيمان بالله جل في علاء، الإيمان بالربوبية. ها هنا تأتي النقطة الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. نعم، نقطة فاصلة على من يقول بأن التشدد أن تجعل الأشاعرة خلاف أهل السنة والجماعة. الآن أهل السنة الأشاعرة يؤمنون بالأولى على نقص في الإيمان في ذلك، فإيمانهم بالأسماء والصفات ليس كإيمان أهل السنة والجماعة، يثبتون سبع صفات فقط، طبعا على الفرق بين الأشاعرة والماتريدية، ويؤمنون أيضا بربوبية الله، ويرون أن أقصى حد يصلون عليه في الإيمان هو الإيمان بربوبية الله جل وعلا. هذا أقصى حد يصلون عليه، الإيمان بربوبية الله جل وعلا، بأنه لا خالق ولا صانع ولا قادر على الاختراع إلا الله جل في علا. يرون أن لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا قول الأشاعرة، هذا مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون الركن الأعظم في الإيمان بالله جل في علا هو الإيمان بإلهية الله، الإيمان بإلهية الله جل في علا. الإيمان بإلهية الله جل في علا هو الإيمان بأن الله جل في علا هو المستحق لأن يفرض بالعبادة سبحانه جل في علا. هذا اعتقاد، والعمل بأنك تفرض العبادة لله، أن تصرف كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لا تصرفها إلا لله جل في علا، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. والإيمان بالإلهية هذا الذي من أجله خلق الله الخلق وكون الكون وقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا كما قلت علامة فاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال، هذا علامة فاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. قال بك آمنت، بك آمنت، بك آمنت يعني بربوبياتك بالأسماء الحسنى بالصفات العلى وأيضا بالإلهية. قال بك أمنت ثم قال وعليك توكلت. السؤال المطروح الآن ما العلاقة بالإيمان بالله وأيضا التوكل على الله، ما العلاقة بينهما؟ ممتاز يا أستاذ مالك. هو الحق الآن الإيمان، التوكل على الله جل وعلا ركن من أركان الإيمان، التوكل على الله جل وعلا ركن من أركان الإيمان. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا من تمام الإيمان بالله جل في علاه. إذن قال وعليك توكلت، طبعا تقديم التأخير كما قلنا حصر وقصر، يعني التوكل لا يكون إلا على الله جل في علاه. قال وعليك توكلت، فهذا حصر وقصر، لأن التوكل لا يكون إلا على الله. وعليك توكلت، والتوكل
كما قلنا ركن من أركان الإيمان، وبإيجاز التوكل هو محض التفويض لله جل في علاه، محض التفويض لربنا جل في علاه في عليائه، ومحض التفويض بأنك تكون بقلبك لربك كالميت في يد المغسل، وهذا لا يكون إلا على ساق اليقين في الله جل في علاه مع تمام حسن الظن به. يعني التوكل لا يمكن أن يقوم إلا على ساق اليقين في الله جل في علاه مع حسن الظن بالله جل في علاه. لن تتوكل على الله إلا أن تكون على يقين بأن الله جل في علاه رحمك، بأن الله رحمك، وأن الله جل في علاه هو القادر على أن يزيل ما بك من بأس، قادر على أن ينجيك، وأيضا أن تحسن الظن به أنه ما أراد بك إلا كل الخير، وما أراد لك إلا كل الخير، ما أراد بك إلا كل الخير، وما أراد بك إلا كل الخير. هذا الأصل في هذا الباب لتعلمه جيدا، وهو أن المتوكل على الله حاله أنه على يقين تام بالله جل في علاه، وعلى فقر تام له، وأيضا وأنه من أحسن الناس ظنا بالله. لو ضربنا مثلا، أنا لست بصدد التفصيل فيه كما قلت، أنا أشرح حديث فأتي على التأسيس والتأصيل، أقول لو ضربنا مثلا لذلك يوضح لنا هذا الباب، إبراهيم عليه السلام عندما كسر الأصنام وقالوا من فعل هذا، قال كبيرهم فاسألوه إن كانوا ينطقون. الغرض المقصود بأنهم أضرموا النار ثم أوثقوه ثم ألقوه في النار. أنت لابد أن تفهم هنا حسن التوكل الذي قام على ساق، حسن التوكل الذي قام على ساق اليقين في الله جل في علاه مع تمام حسن الظن بالله جل في علاه. عندما يقول إبراهيم عليه السلام، جبريل يأتيه يقول ألك حاجة؟ قال أما لك فلا. ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل. عندما يقول إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل، وقال ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين أوثقوا النار أو أضرموا النار فيه إن شاء الله، طيب أوثقوا النار، نعم أوثقوه وألقوه في أضرموا النار، أوثقوه وألقوه في النار. وأيضا حين قال الناس لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخويفا وإرعابا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال إبراهيم عليه السلام حسبنا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، الله كفيني. هذه لا تكون إلا كما قلت على تمام اليقين في الله جل في علاه مع حسن الظن به، على تمام اليقين في الله جل في علاه مع حسن الظن به. وهذه دلالة واضحة جدا على أنه لن يبلغ أحد فقه التوكل إلا مع ميل قلبه بجمعيته يقينا في ربه جل في علاه. واليقين في الله أيضا لا يمكن أن يصل إليه المرء قط إلا بعدما يتعرف على الله بحسن التعرف على أن الله مالك كل شيء، وأن الله قادر على كل شيء، وأن الله غالب على كل شيء، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون اليقين في الله إلا بعد حسن التعرف على الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا أصل أصيل حتى يصل المرء إلى اليقين في رب العالمين سبحانه جل جل في علاه مع تمام حسن الظن بالله، مع تمام حسن الظن بالله. أرادك لك لا له، قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فهذه دلالة واضحة جدا على أن حسن الظن بالله جل في علاه لابد أن تتوفر في قلب الإنسان ليعلم أن الله أراده له، وإن هداه له. فهذه من الله جل في علاه، هذه من الله جل في علاه. قال وعليك توكلت. إبراهيم عليه السلام توكل على الله، فكيف كان الله له؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأنجاه الله جل في علاه. وأيضا لك أن تعلم حسن التوكل على الله وحسن اليقين
في الله جل في علاه عندما حدث مع موسى عليه السلام والتقى الصفان وقالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر، وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على تمام التوكل. محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان توكله على الله جل في علاه عندما قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، تمام التوكل لله جل على الله جل في علاه. إذن قال وعليك توكلت، قال وإليك أنبت، حديث قال وإليك أنبت. في قولي هنا قال وإليك أنبت، وإليك أنبت، الإنابة كثرة الرجوع إلى الله جل في علاه، الإنابة هي كثرة الرجوع إلى الله جل في علاه. والعبد الأواب، العبد التواب، العبد الذي ينيب إلى ربه جل في علاه في حله وترحاله هو أحب عباد الله إلى الله، هو أحب عباد الله إلى الله. ولذلك وصف إبراهيم عليه السلام أنه أواب، وهنا قال وإليك أنبت، إليك أنبت أي رجعت. والرجوع، الرجوع له طرق، رجوع من المعصية، رجوع من الفتن، رجوع إلى المعالي. وإليك أنبت، وإليك أنبت، الإنابة إلى الله جل في علاه كما قلت الرجوع كان من حديث معاوية على أن الروم يملكون في آخر الزمان. قال علماؤنا هنا لهم بعض الصفات، ومن هذه الصفات التي لهم سرعة الفيئة بعد فتنة، سرعة الفيئة بعد فتنة. فحسن الرجوع إلى الله جل في علاه من صفات المؤمنين ومن صفات المؤمنين. قال الله تعالى الذين فعلوا فحشنا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال وإليك أنبت، قلت إليك أنبت لها أطراف ثلاثة، إليك أنبت من المعصية، كلما عصى ربه كلما رجع، كلما عصى كلما رجع، كلما أذنب كلما تاب، هذا أحب عباد الله إلى الله. شوف انظر، عبد له الآثام يكون من أحب الناس والمكلفين لرب الأرض والسماء، وهذا عجب عجاب. لما؟ لأنه كثير الرجوع إلى الله جل وعلا، هو أواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبد الأواب أحب إلى الله جل في علاه، وإلا فالله تواب، تواب الرحيم، يتوب على العبد الذي يرجع إليه. في المسند رجل قال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله جل في علاه عبدي علم أن له ربا يأخذ بذنب ويغفر فشهد أني قد غفرت له. لأنه أواب معناها حياة القلب، أواب معناها أنه وإن وافق الطبيعة البشرية يخالفها بعد ذلك ومغالبة لله جل في علاه. أرأيتم أن أما ما قاله الله جل في علاه ثم قال للملائكة فإذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها 10 إلى أضعاف مضاعف، قال فإن هم بالسيئة فاكتبوها له، فإن لم يفعلها فاكتبوها له حسن، فإنما تركها من جرائي. فهو أواب رجع إلى الله جل في علاه. لذلك أولا لطيفة عظيمة جدا، وهذه الذي أريدها بهذا النسق في الحديث، في الحديث النسق مهم جدا، قال عليك، قال بك أمنت، عليك توكلت، وإليك أنبت. أريد العلاقة بين الثلاثة، أنا أتيت العلاقة بين قوله بك أمنت عليك توكلت، هذا خاص عام، لأن التوكل من الإيمان، بل التوكل ركن من أركان، من أركان الإيمان. أنا أريد الآن العلاقة بين الثلاثة، في قوله عليك توكلت إلى قال بك أمنت عليك توكلت وإليك أنبت، لطيفة في العلاقة بين الثلاثة، بل تتمت الأمر أنه قال بك خاصمت، فما العلاقة بينهم؟ هنا تقول أم عبد الرحمن الإيمان أولا من التوكل ثم الإسلام التام له سبحانه، جيد، أردت العلاقة بين الثلاثة، بك أمنت عليك توكلت إليك أنبت، من كمال الإيمان حسن التوكل، يبقى من كمال الإيمان الواجب.
ومن حسن التوكل تفويض الأمر، هذا جيد ما شاء الله. ما قاله الأستاذ الكريم كلام ماتع وقوي، وفيه ما فيه لمحة التذوق العلمي، ليس العلم فقط. لما تم إيمانه توجه بكلية قلبه لربه توكلا، وعلم أن ربه لن يرده، أناب فكرر. وطبعا كما قلنا أنه بك أمنت عندما استوعب الإيمان حقا، بالإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى، والإيمان بالربوبية، والإيمان بالإلهية، والفارق بين أهل السنة والأشعرة في هذا الإيمان، وبينا أن التلازم والتضمن بين الثلاثة. إن أحسن التعرف على الله في بك أمنت في الإيمان بالله جل في علام، امتلأ قلبه يقينا في الله، وهذه مادة التوكل. ثم إذا امتلأ قلبه يقينا في الله جل في علام، وكما قلنا أحسن التعرف على الله في الأسماء الحسنى والصفات العلى، نقول سيكون امتلاء القلب بحسن الظن بالله جل في علا. وهذه الساق الأولى للتوكل، وهذه الساق الثانية للتوكل، فيتم التوكل له. ثم إذا تم توكله على الله جل في علا، قلنا ما تم التوكل إلا بتمام حسن التعرف على الله. فلما تم حسن التعرف على الله لم ييأس من رحمة الله قط وما قنط. فلما كان كذلك قال المعاودة أحب إلى الله جل في علا من الركون إلى ما أنا عليه. كلما سقط قام، كلما سقط قام، كلما سقط قام. هذا إن دل على أمر واحد يحبه الله جل في علا. ما هو؟ لكن وصلنا لهذا التعريف حقا، هذه ملء ما نريد. لكن هذا يدل دلالة واضحة جدا على أمر في العبد يحبه الله جدا. ما هو؟ الله أكبر، لا فض فوق، لا فض فوق، هذه من الله. نعم، لا فض فوق، الصدق. هذه دلالة على صدق العبد. شوف، هناك ابتلاءات تحدث للعبد لأن الله جل في علاه من زعم شيئا لابد أن يراه، لابد أن يختبر فيه. هناك ابتلاءات حتى يرى الله جل في علاه من العبد الصدق، ليستمر أو لا يستمر. عراقيل توضع أمامه لينظر هل هو صادق أم لا. معنى أنه أواب، معنى أنه ينيب إلى ربه جل في علاه، دل ذلك على صدق العبودية لله سواء زل أو لم يزل. الصدق هنا، عليكم السلام وبركاته، الصدق هنا هو أعظم ما يرفع المرء عند ربه جل في علاه. كلما كان المرء صادقا كلما كان الله له على ما هو عليه. كلما كان صادقا كلما كان الله له على ما هو عليه. أصدق الله يصدق، أصدق الله يصدق. فإذا أن يكون العبد أوابا كثير الإنابة، فهذه دلالة على صدق عبوديته لله جل في علاه. لذلك شوف ختمها بإيش بقى؟ وبك خاصمت. أحسن التوكل، أحسن الرجوع إلى الله جل في علاه. لذلك لا يستهوينك الشيطان ولا يستجرينك الشيطان بما تعلم من نفسك من زلل، من تجاوز، من تعدي، وأمامك العدو فتخشى على نفسك من العدو أن يسلط عليك بما أنت عليه. لا والله، لا والله، لا يمكن بحال من الأحوال أن يسلط الله عليك عدوا وأنت صادق في عبادته. فتكون صادقا في الرجوع، صادقا في الإنابة، صادقا في التوكل على الله جل في علاه، يصدقك الله جل في علاه. فإن كنت كذلك، هنا ترجع إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبك خاصمت، قد استيقنت فيك، وقد علمت أنك على كل شيء قدير، ولقد علمت بأنك غالب على كل شيء، ولقد علمت بأن الدنيا والآخرة ملك لك، ولقد علمت أن خزائن السماوات والأرض بيدك. لذلك هنا قال بك خاصمت، كما في الرواية الأخرى قال بك أقاتل، بك أصول، وبك أقول، وبك أحول. فهنا لا حول ولا قوة إلا بالله جل في علاه. يعلم المرء أنه لا نجاة إلا بالله جل في علاه، ولا عزة إلا بالله جل في علاه، ولا نصرة إلا بالله جل في علاه. لذلك بعث أحد السلف إلى أخيه قال: من كان الله معه فمن عليه. كلما ورد المرء افتقار قلبه لأحد فليعلم أن إيمانه مدخول. نعم، خذ بالسبب، وهذا حسن التوكل، خذ بالسبب واسعى إليه بعين الشر، لكن العين الأهم عند الله جل في علاه عين القدر.
ولا يلتفت القلب لغير الرب. كلما افتقر القلب لغير الله جل في علاه ألم ليس بعده ألم، عقوبة من الله للمرء المكلف أن يميل قلبه لغيره. هذه أم المهالك، أن يفتقر القلب لغير الرب جل في علاه. حتى ولو لم تعلم من لو علمت من نفسك ما علمت، قد سبقك الأولون من الأنصار والمهاجرين في ذلك، وقد وقع كثير من النبلاء في الزلل. وليس النبيل الذي لا يزل، النبيل الذي إذا زل رجع يرجع، هذا هو أواب. أواب رجع إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، أو قال إن خلق المؤمن مفتنا نساء، لكن شوف انظر إذا ذكر تذكر، إذا ذكر تذكر، لذلك فهو ينيب إلى الله جل وعلا. ختمها وقال وبك خاصمت ليقيني بأنك العدل عندك، وأنك تأتي بالحقوق للعباد، وأنها لن تفوت يعني قدم عبد حتى تطهر من المظالم. قال وبك خاصمت. نقف عند هذه، يظهر أنا كنت أنتهي من الحديث اليوم، يظهر مفردات الحديث مفردات من الأهمية بمكان، يعني بقي لنا وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، هذه لا بد لها من درس خاص بها، وإليك حكمت هذه درس خاص بها. طب نقف عند هذا، ولو في أي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى التنبيه. أقول السائل ما قولك يا شيخنا في مقولة من رأى في إخلاصه إخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص؟ الكلام فيه شيء من الحق، لأنه معنى أنه رأى في نفسه إخلاص فهذا مدخول، ولأن عمل القلب يخفى على كل الإنسان. إخلاص هذا أمر عزيز لا 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 يعلمه لا ملك ليكتبه ولا لشيطان يفسده، حتى العامل نفسه قد يكون على وجه من ذلك، يتمنى ويؤمن لكن على وجه من ذلك. هي مقولة تنقل يعني بعض الكتب في باب الإخلاص، يحذروا بهذه المقولة الناس اللي بتعرف نفسها إخلاص، فبعض الناس يعتقدوا أن هذه مقولة تشابه قول الصوفية. هو طبعا حتى هو قول الصوفية مش مردود كله، يعني حتى أصلا السلوك ده باب آخر نمشي فيه، لكن هو كما قلت هي المسألة هو أمر عزيز لا يعرف ولا الملك ولا الشيطان، يعني صحيح. والإنسان نعم صحيح. ما هو الآن قلت فيها حق وفيها يعني فالحق الذي فيها ظاهر، وأنا أقول دائما والإنسان لا بد أن يكون على وجه من حاله في باب الإخلاص. السؤال الثاني يقول دلوقتي أنا ساعات بتزنق في مصاريف البيت وبشتري بالفيزا وبسدد للبنك على دفعات، وطبعا البنك بيضيف فوائد بعد مرور تقريبا 50 يوم من الشراء، فهل عليه إثم؟ كل مرة ثانية بيشتري الفيزا، والفيزا طبعا فيزا كارت، ما يجوز ما يجوز ما يجوز. في أسئلة عندي في المكسر كثير، نمسك بسرعة عشان الناس في التنبيه. شيخنا يقول السائل من فضلك شيخي هل يجوز للحائط حمل مصحف التفسير؟ بشرط أن يكون التفسير أكثر من القرآن، شرط أن يكون التفسير أكثر. السؤال الثاني في المذهب أن من أقسم ألا يشتري شيئا فإنه أجبت أنا ذلك أنا أجبت هذا. شوف تحت في الأخت سناء عندها أسئلة، أعتقد سؤالين، عندها سؤالان تحت خالص، تحت خالص، إيه تحت خالص، أعتقد لي سؤال. امرأة حامل بشهرها الثامن لا تستطيع أن تغسل قدميها، هل يكفي أن تكتب عليها الماء تكب عليها الماء أيضا؟ تثقب عليها الماء أيضا، لا تستطيع أن تستوي في سجودها وركوعها. نعم، المرأة التي لا تستطيع أن يعني هو عندنا قاعدة العلماء قعدوها بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، أو المعسور لا يسقط، الميسور لا يسقط بالمعسور، الذي يستطيع المرء أن يأتي به فليأتي به، والذي لا يستطيع قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن كانت لا تستطيع إلا سكب الماء، وسكب الماء هنا
معناها أنها تصب الماء على الرجل دون الدلك، دون الدلك، هذا يجوز، ليس فيه ثمة شيء، لأن الدلك ليس شرطا في صحة الوضوء خلافا للمالكية. هذا تقول هل من تمام اليقين في الله أن يطلب العبد من ربي أشياء قد يبدو لغيره فوق المستحيل تحققها ولكنه يضعها تحت عظيم استجابة الله ويراها بسم الله القريب؟ ممتاز ممتاز. طيب عرف، أنا أقول أنصحك أنت، عرفتي فالزمي، عرفتي فالزمي، عرفتي فالزمي. طالب علم كان بعضهم يقول له لابد أن تسير في الممكن والمتاح والمستحيل، فقال الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله جل في علاه سواء، هذا لا يضيع عند الله جل في علاه، لابد من ذلك. ممتاز. يقول جل ليس كل من عرف بإخلاصي ليس في إخلاص. طيب امرأة أفطرت بسبب الحمل والرضاع وقد زال السبب ولكنها لا تقبل الصيام بسبب رعايتها للأطفال، لها أن تفطر وعليها القضاء، عليها القضاء عندما يتيسر لها. أسأل الله تعالى أن يهمني هيك الصدق والإخلاص. نعم يعلم المرء من نفسه لكن عند الاختبارات والله تعالى يختبر المرء لذلك. طيب احنا الأخ عمرو بيقول ما سمعنا إجابة عن المرأة التي لا تستطيع تدليك قدميها. المرأة التي لا تستطيع أن تدلك قدمها صبت الماء عليه على قول الجمهور خلافا لقول المالكية. الدلك ليس شرطا في صحة، الدلك ليس شرطا في صحة الوضوء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.